قبل بس ما اتكلم مع الدكتور محمد عيسى داوود الخبير الامني بشؤون الامن القومي ودراسات الاستراتيجيه المصريه الاسرائيليه في احمد، عايز بس الصوره يا امير، يا ريت الراجل المتغيب ده شاب عنده 15 سنه من صفت خالد في قتاي البارود محافظه البحيره، ما تنزلوا التليفونات بتاعته ما عندكم يا جماعه، ده اسمه احمد عنتر عبد الحميد، والتليفون بتاعه 012-2-480-30-73 012-2-480-30-73، يعني لو نزلت التليفون كان هتحصل لكم حاجة. وفي نمرة تانية 0122-84-70-1 0122-84-70-1 أحمد عنتر عبد الحميد ده متغيب من بيته من 2 نوفمبر، ربنا رجعه لأهله بالسلامة، عنده 15 سنة من صفت خالد قتاي البارود محافظة البحيرة، كله بقى بيتوه وده كله تاح. وضع طبيعي. دكتور عيسى داوود مساء الخير يا فندم. مساء الخيرات يا ابراهيم بيه. ازي حضرتك؟ نحمد الله رب العالمين الحمد لله. انت حضرتك دايما يا ابراهيم بيه دايما لما يعني بتستدعيني بيكون الشديد القوي. يعني كل مره بتقول لي الحمد لله وبقول لحضرتك انا يعني اصبحت السؤال ده صعب لان دائما بنقول الحمد لله على كل مكروه. والمره اللي فاتت قلنا مكاريه. الآن بقت المكاريه زيادة وزيادة، يعني هنعبر اللي في البلد حاليا، ولسه سامع معالي الدكتور محمود كبيش الرجل العظيم اللي أنا بعشقه وبعشق علمه وأدبه قبل علمه، يعني أنا شايف إن احنا بنرجع لعهد جمال عبد الناصر بأسلوب تاني، وإن كان يعني يمكن عهد جمال كان أرحم شوية. نعبر ده، خلينا في حاجات تانية. طيب دلوقتي الحاجات التانية انا بعتقد اخطر ما يعني قلق الناس دلوقتي، احنا عارفين ان في مشروع متقدم من زمان اللي هو كان عامله الراجل اللي اسمه يورا ايلاند، معروف يورا ايلاند ده، واللي هو بتاع غزة الكبرى، وهذا المشروع يمكن جريدة الوطن نشرت امبارح ونشرت النهاردة وبيتكلم، والكلام ما هوش اشاعات، يعني مش مجرد اشاعات بيتم تناولها. نعم. ابتدى الكلام ياخد ضوء القلق لما ابتدى في كلام ان في معسكرات بتتعمل في سيناء في الحال ده، انت شايف الحكاية ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الكرام أبواب مدن العلم. اولا بنهني اهلنا في غزه طبعا بالنصر المؤقت او بجوله من معركه لسه وراها سلسله من المعارك، وفي نفس الان طبعا بعزي في سائر الضحايا، وبنخص بالذكر القائد العظيم احمد الجعبري، لازم نوفي حقه كده في لمحه بعدين، وبنعزي ضحايا اطفالنا طبعا في نفس الوقت، 51 طفل اللي هو يعني لما اسرائيل دكت غزه دك غير متصور، مات حوالي 31 واحد في يوم، اقصى عدد في يوم، احنا 51 طفل او 50 طفل في يوم طبعا، ويعني الواحد قلبه موجوع. انا مش شايف في حاجه جديده، احنا بنرجع للأسوأ طبعا بالنسبه لبلدنا. ندخل بقى في مشروع جيور ايلاند. هو على فكره المشروع ده مشروع متفق عليه بين اسرائيل كامريكائيل حسبما ولدت هذا المصطلح، واللي دايما بقول لسائر الساسة والقادة اللي بيفصل بين امريكا واسرائيل يبقى اسمح لي محتاج يدرس الف باء سياسة، الاثنين وجهان لعملة واحدة، ويمكن شرحنا قبل كده في بعض الحلقات وفي تفاصيل اخرى هيبقى نأتي ليها في موعدها ان شاء الله، لكن بعجل بالمشروع ده. هو المشروع ده حصل له الستار في المسمى نفسه، ما سموهش غزة الكبرى، هم سموه المشروع الاقليمي، يعني الاسم بتاع جيورا المشروع الاقليمي. ايه المشروع الاقليمي ده حضرتك؟ بيعمل ضربة مزدوجة، الضربة المزدوجة ودي طبعا أصبحت على الأرض حاليا بالجدار العازل اللي بدأ يعزل الضفة، خبر حضرتك، ومعانا غزة. غزة يحصل نوع من الضغط على إخواننا في غزة، وطبعا أنا بحبهم جدا ولنا رجالة فيهم وناس عظماء وهم نحن نفديهم أيضا ومعاهم قلبا وقالبا، وفيهم ناس مصرة مش هتسيب غزة حتى لو كان يعني زخات الصواريخ والقنابل ليل ونهار، لا برضه هيفضلوا مرابطين في غزة، وإن كان بعض من يريد الحياة أو يقول لك النهاردة الغزاوي عارف في قصة عبوبا لأهل فلسطين كلها. في مشروع تاني بينفذه الموساد وبتنفذه أمان اللي هي المؤسسة العسكرية أو المخابرات العسكرية زائد الشباك من جوه،
بيسموه تصفيه النهر من الاسماك، تصفيه النهر من الاسماك، بحيث الفلسطينيين دول لازم ياتي يوم كده زي ما قالها شارون بالذات لغزه، دي قصه اخرى بيعتبروها مدينه ملعونه هي واريحه، وده السر ان هم وافقوا انها تنقسم، يعني مش مدخلينها في من نايل لفراتس، لا الحتتين دول القطعتين دول ملعونتين، بدليل ان يوشع بن نون ولع فيهم لما دخل، خبر حضرتك، وبالتالي حتى اللي كان بيتوفى في غزه ساعه الاحتلال اليهودي او الاسرائيلي اللي بيتوفى في غزه ما كانش بيدفن فيها، وتستطيع تراجع اهل غزه هتلاقي الكلام ده سليم جدا، لازم ينقلوه الى الارض المقدسه اللي بيقدسوها. فالمشروع حضرتك ان تحت الضغط غزه تنضم لسيناء وتفصل سيناء عن مصر مرحليا، مش هيتم الامر على طول. بالنسبه للضفه هفاجئ حضرتك ان في تصريح من 3 شهور قاله سمو الامير الحسن بن طلال، وراجل الحقيقه انا بحترمه جدا، راجل عقليه فذة جدا، ولكن مش عارف احيانا او ربما هو قاصد يقول كده، بيقول ان حقيقه المملكه الاردنيه تأبى الاعتراف باتفاقيه فصل الضفه الغربيه عن الاردن. الكلام ده حضرتك لازم تحط تحته 1000 خط، يعني هذا الامر هذا التصريح يترافق مع الاعداد، اسرائيل اعلانها مستمر بقالها بتاع 10 سنين هضرب ايران هضرب ايران هضرب ايران، طبعا مش عارف، فطبعا لازم يعمل تجربه الاول، وهو عنده معلومات لما قصف المصنع بتاع اليرموك معاه معلومات استخباراتيه ان فعلا في سلاح بيجي عن طريق السودان وفعلا بيتهرب عن طريق مصر او من البحر. انت تتذكر حضرتك تسيبي لابني الغزاله اللي هي جايه بعد كده لما كانت بتقول للرئيس مبارك ما تقفلوا الانفاق، فقال لها بحده يعني انت ما تقفلوها من عندكم، انتوا الانفاق مفتوحه من عندكم، انتوا تقدروا الدوريات الحدوديه اللي بتمر تخلص المساله دي. طبعا اتغاظت جدا وعملت حمله في الكونجرس رهيبه جدا، خفضت من مصر حوالي 200 مليون دولار اتحرمت منهم مصر عقوبه للرئيس مبارك وقتها. فاذا قصه الانفاق دي كلها تعلات، اسرائيل تقدر تقفل مش ما تقدرش، لكن عايز المشروع يظل قائم على الارض. القصف اللي حصل لغزه احد بنوك الاهداف، اليهود دايما لما يقولك في بنك اهداف يجي يصرح بمجموعه اهداف في جزء منها لازم ناخده.